أحييكم مشاهدينا الكرام من المركز الإعلامي لوزارة الدفاع وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الدفاع، معكم حنين حسناوي وإلى بداية الحصاد. وزير الدفاع يكرم فريق نادي القوة الجوية بمناسبة حصوله على بطولتي الدوري المحلي وكأس العراق، إذ استقبل سيادته الهيئة الإدارية للنادي وعددا من اللاعبين بمناسبة تحقيقهم نتائج مميزة على صعيد البطولتين، حيث كرم السيد الوزير الهيئة الإدارية للنادي والجهاز الفني وجميع اللاعبين. رئيس أركان الجيش يشرف على فعالية عرين الأسود التي أقامتها مدرسة الدروع في معسكر بسماية، حيث جرى تنفيذ الفعالية بالدبابات وعجلات القتال المدرعة وبالذخيرة الحية من قبل ضباط دورة الكلية العسكرية 109. ترأس الأمين العام لوزارة الدفاع اجتماع لجنة الإصلاح الوزاري بحضور قائد بعثة الناتو في العراق وأعضاء اللجنة ومدير عام الأفراد وعدد من المستشارين لبعثة الناتو، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الخمسية للموارد البشرية والتدريب وإسكان الجيش وسياسة النزاهة ومكافحة الفساد. قائد القوات البرية يتفقد قيادة عمليات سامراء للتحقيق في ملابسات الحادث الإجرامي الذي طال مجلس العزاء ضمن ناحية يثرب. زار رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان المصرية، وتأتي هذه الزيارة إلى جمهورية مصر العربية لتعزيز وتطوير أواصر التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين. افتتح قائد عمليات بغداد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد الكرخ بحضور عدد من ضباط هيئة الركن، حيث أكد على البدء بممارسة مهام المقر المتقدم من خلال القيادة والسيطرة لكافة القوات الأمنية والتشديد على تكثيف الجهد الاستخباري وتشكيل خلايا استخبارية فعالة ضمن كل قاطع مسؤولية في جانب الكرخ. تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق العالي مع مديرية أسايش السليمانية من إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية في محافظة السليمانية صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 4 أشخاص تسللوا من سوريا إلى غربي نينوى. قيادة عمليات كربلاء تنفذ واجبا مسلحا وتفتيشا استعدادا لشهر محرم الحرام. قيادة عمليات البصرة تواصل عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، إذ تمكنت من إلقاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء، 2 منهم متهمان بتجارة المواد المخدرة و2 آخرين حسب المادة 406 من قانون العقوبات الجنائي. فرقة المشاة الأولى تنفذ عملية تفتيش واسعة ضمن قاطع المسؤولية في ديالى. بتوجيه من السيد وزير الدفاع والسيد رئيس أركان الجيش وبمتابعة وإشراف من قبل السيد مدير صنف الإعلام والتوجيه المعنوي، نظم جناح التدريب الإعلام والتوجيه المعنوي الدورة الأساسية للضباط الرقم 5 التي تناولت عدة مواد منها الحرب النفسية والإعلام وكيفية محاربة الشائعات وغيرها. إلى نهاية الحصاد، شكرا لحسن المتابعة أعزائنا المشاهدين، والاستفسارات أكثر زوروا مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في أمان الله وحفظه.